الواجب على طالب العلم أن يصدع بالحق، سواء كان هذا الحق الذي يصدع به يخالف رأيه أو يوافق رأيه. فالعالم الحقيقي وطالب العلم الحقيقي هو الذي يظهر الحق بقطع النظر عن قول أي شخص كائنا من كان. ولذا ذكر شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، ذكر رحمه الله حال من يكتم العلم. بعض الناس ربما يكتم العلم لغرض، فيقول: من كتم العلم ما علمه به فإنه صاحب هوى. بل قال رحمه الله: إن به شبهًا باليهود. قال رحمه الله في هذا الكتاب: واليهود كتموا العلم لأغراض، إما بخلًا بنشره، وإما خوفًا على شيءٍ من أمور الدنيا يفوتهم هذا الأمر لو صدعوا بالحق، لأن الناس سينصرفون عنهم، أو لأنهم يخافون أنهم إذا ذكروا الحق أن الناس يتكلمون فيهم. وذكر رحمه الله الآيات التي تدل على كتمان اليهود للعلم: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه، وذكر الآيات في هذا الشأن. ثم قال رحمه الله: قال: وأهل العلم ممن ينتسبون إليه قد يقعون في مثل هذه الأغراض في مثل هذا الزمن، إما بخلًا بنشر العلم حتى لا يشاركهم غيرهم في الفضل الذي حصلوا به عن طريق العلم، أو خوفًا من أن تنقص لهم مكانة أو مال بين الناس لو صدع بالحق، أو أن يفوته مال فيما لو صدع بهذا الحق، أو أنه لو صدع بهذا الحق إذا بهذا الحق يخالف ما هو عليه، أو أنه ينتمي إلى حزب أو طائفة. ومعلوم أن الانتماء إلى الأحزاب، لا أحزاب سياسية ولا دينية، لا يجوز في شرع الله، والنصوص في هذا كثيرة. قال: أو أنه ينتمي إلى حزب أو طائفة فيكتم الحق، لأن هذا الحق لو أظهره خالف من ينتمي إليه. انظر، وهذا قد يحدث في هذا الزمن. بعض الناس قد يخطئ خطأً في الدين فيرد عليه، شيء حسن، لكن يخطئ غيره في نفس الخطأ فلا يرد عليه. لما؟ ألهذا زمالة أو صداقة أو سير معك في منهج ما أو في حزب ما حتى لا ترد عليه؟ الخطأ هو الخطأ، أخطأ فلان في هذا الخطأ فرددت عليه، فلماذا لا ترد على هذا لغرض آخر؟ وهذا هو الإشكال هنا. ولذلك قال رحمه الله: قال رحمه الله: قال عبد الرحمن ابن مهدي، وهو ابن حسان البصري رحمه الله ممن عاش في القرن الثاني، وكان من كبار الثقات ومن كبار السلف، وكان عالما بالحديث إلى درجة أن نعيم ابن حماد قال له: كيف تعرف الكذاب في الحديث؟ قال: أعرفه كما يعرف الطبيب المجنون. يقول: أعرف الكذاب في الحديث كما يعرف الطبيب المجنون. ماذا قال عبد الرحمن ابن مهدي؟ قال: أهل العلم يكتبون ما لهم وما عليهم، وأهل الأهواء يكتبون ما لهم ولا يكتبون ما عليهم. والله هؤلاء خسروا. إنما العالم الحقيقي هو الذي يظهر العلم ويكتبه ولو كان يخالف رأيه، لأن المقصود هو إظهار الحق. قال رحمه الله: قال أهل العلم يكتبون ما لهم وما عليهم، وأهل الأهواء
يكتبون ما لهم ولا يكتبون ما عليهم. فهنا قال هنا رحمه الله موضحا قال هنا قال وليس المقصود في هذا المقام أن نبين كل ما يجب وما يستحب، قال وإنما القول قول شيخ الإسلام في اقتضاء الصراط المستقيم، قال وإنما أردت أن أذكر مجامع يعني قواعد في هذا الأمر حتى ينتفع بها من أراد الله أن ينفعه بها. فمن كتم العلم بأي غرض من الأغراض فبه شبه باليهود كما قال شيخ الإسلام والآيات في هذا كثيرة، وبه هوى كما قال عبد الرحمن ابن مهدي رحمه الله.